الدورة 35 ديال المؤتمر ديال الجمعية المغربية للعلوم الطبية، حظيت بالشرف أنها تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والمحور الرئيسي ديالها هو التكوين المستمر، وتنعرفوا بأن التكوين المستمر مهم لا الأطباء في طور التكوين ولا الأطباء اللي تكونوا اللي تيزولوا المهنة ديالهم. علاش؟ لحقاش نعرفوا في هذا الميدان دائما كاين مستجدات وكاين واحد تقدم، وخاص الطبيب يواكب هذه المستجدات باش يقدم أحسن علاج للمريض ديالو. وهذا من ما بين المهمات ديال الجمعية المغربية للعلوم الطبية. وهناك ندوة لمهمة، ندوة لمهمة اللي غادي يلقيها الأستاذ جمال توفيق، وهي ندوة حول المشروع اللي دابا راه معمول به ديال التكوين ديال الأطباء. وكاين مشروع جديد مع دي فيليير جداد بالنسبة للطلبة، وهذا الشيء خص يكون يعرفوه الطلبة اللي في طور التكوين، ويعرفوا أيضا الأطباء اللي هما يمكن آباء ديال الطلبة اللي ديال الغد. وخصنا نعرفوا بأنه في المغرب كاين هناك خصائص كلشي تيعرفوا ديال 9000 طبيب، واخا رغم المشروع اللي كان جابيه سجدتو ديال التكوين ديال 3300 طبيب اللي مازال ما وصلنا ليش، ولكني الحمد لله ما غاديش نكونوا عدميين. مي الحمد لله راه حنا دابا عندنا 7 ديال الكليات ديال الطب، الوغ كو إبان الاستقلال راه كانت غير كلية وحدة، ومن بعد جات الكلية ديال الدار البيضاء، ومن بعد ولينا دابا 7 كليات. دونك الحمد لله. ونعرفوا أيضا بأنه بالفضل ديال هاد الطاقم الطبي، لا أطباء لا ممرضين لا تقنيين، أنه ليسبيرونس دو في دازت من الاستقلال ديال المواطن المغربي من 50 عام دابا ل 75 عام، وهذا بفضل الطاقم الطبي المغربي، ماشي بفضل الشينوا ولا بفضل شي بلاد اخرى. اذا خصنا ما عمرنا ما نبخسوا العمل اللي تيقوموا به الاطباء، وهذا الدور ديالكم ايضا باش تبينوا بانه هذه المهنه هي مهنه شريفه، وانه فيها معاناه، وانه الواحد باش يوصل لهذه المهنه راه خصو الا بغى يدير الطب العام خصو 10 سنوات من بعد البكالوريا، وانه خصو 14 ولا 15 عام الا بغى يدير التخصص. وانتم الحمد لله راه كلشي عنده وليداته، وراه تيشوف غير المعاناه اللي عنده معاهم، غير في الابتدائي والثانوي بما خص من بعد. لهذا خص فاش يكون واحد الطلب ديال هذه الشريحه من هذاك من ناخذوا بعين الاعتبار نظرا للخدمه اللي تيقدمها الطبيب. والطبيب راه واخا يكون في القطاع الخاص راه تيعطي واحد الميسيون دو سيرفيس بوبليك، لاقاش تعرفوا بانه هذه من المهمات ديال الدوله، وحنا تنتعاونوا وخصنا نتعاونوا، وهذا من الواجب ديالنا. وتتعرفوا بانه ما كاين لا تحفيزات لا حتى شي حاجه عند الطبيب، الوغ في الدول الاخرين راه كاينين تحفيزات، راه تيعطيو للطبيب فين يخدم، تيعطيو باش غير باش يجي يداوي لهم الناس. وحنا راه قلنا باننا بغينا ننخرطوا في هذا المشروع ديال الرميد، واخا دابا القانون ما يعطيش الحق، ولكن بغينا ننخرطوا باش هاد الناس هما اللي من المعوزين انهم يحسوا بانه يقدر يتطبب في القطاع الخاص بنفس التكلفه اللي تتخلص عليه الدوله، باش نقولوا باننا اطباء مواطنين بغض النظر على اللي تيقولوا. شوف الله يخليك، اي مهنه، عيب باش نكونوا مزيانين، اي مهنه فيها شي ناس اللي ما مزيانينش. اذا الدوله عندها قوانين، يمكن لها شي واحد اللي دار، كاينه الهيئه الوطنيه للاطباء، كاينه وزاره الصحه اللي عندها المفتشيه. اذا فاش تكون شي ممارسه بحال هكذا توضع عليها الحد، وما تنوسخوش مهنه على قدها.